وللمزيد بشأن آخر تطورات الأوضاع الأمنية في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من السويد الباحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية الأستاذ فرات خورشيد. مرحبا بكم معنا. مرحبا بكم مشاهديك الكرام. أهلا بكم. عقب الضربات الأمريكية التي طالت مواقع انتشار الميليشيات الموالية لإيران في واسط وكذلك في بابل ردا على قصف الأخيرة قاعدة الحرير أو حرير التي تضم جنودا للقوات الأمريكية داخل مطار أربيل، برأيك ما هي التداعيات الأمنية والسياسية لهذا التصعيد المتبادل من الطرفين؟ التصعيد الذي يحصل بين الجانب الأمريكي والميليشيات الموالية لإيران في العراق سببه ازدياد الضغوط التي تمارسها السفيرة الأمريكية في العراق إلينا رومانسكي على حكومة محمد الشيع السوداني لتحجيم دور هذه الميليشيات، وبالتالي أصبحت الإدارة الأمريكية تشكل أداة ضغط مباشرة على هذه الميليشيات لمنعها من بسط نفوذها وسيطرتها أكثر مما هي عليه الآن. من جهة أخرى أصبح الجانب الإيراني يحاول أن يمنع الجهود الأمريكية في تقييد نفوذ هذه الميليشيات، بالإضافة إلى أن الضغوط الدولية التي تأتي نتيجة الدعم المعروف لما يقوم به الجانب الإيراني لتأجيج الأوضاع خاصة بعد تحريك الحوثي وخلق بلبلة في الممرات البحرية العالمية في البحر الأحمر، لذلك كان يجب على الجانب الأمريكي أن يقوم بعمليات قد تمنع وصول مزيد من الأسلحة إلى هذه الميليشيات في داخل العراق وفي الدول الأخرى منها مثلا سوريا. هذه العمليات العسكرية قابلها رد فعل من الميليشيات باستهداف القواعد الأمريكية في العراق في أربيل وفي الأنبار قاعدة عين الأسد أو حرير وما إلى ذلك، وكانت هناك عمليات قصف مباغتة لمنصات إطلاق صواريخ أحيانا قبل أن يتم تنفيذها. هذا الصراع يدور في قواعد محدودة، يعني هناك قصف محدود للمقرات الميليشياوية في العراق دون أن يكون هناك استهداف مباشر لشخصيات ما عدا ما حصل في سوريا قبل يومين، وهذا يعني بأن القيادة الأمريكية عازمة على فقط كبح جماح الميليشيات وليس القضاء عليها بشكل تام. طيب هنا أيضا رئيس الحكومة الحالية محمد السوداني سبق أن وصف عناصر الميليشيات التي تنفذ الهجمات بالطائرات المسيرة وصفهم بالإرهابيين، كذلك وصف الهجوم على عناصر قوات التحالف ومقار البعثات الدبلوماسية بأنه عمل إرهابي كذلك، ورغم كل ذلك التوصيف لم تتحرك القوات الحكومية لاعتقال عناصر الميليشيات أو على الأقل الكشف عن هوياتهم، ما الذي يمنع الحكومة من ترجمة تعهداتها السابقة إلى أفعال؟ يعني موقف محمد الشيع السوداني هو موقف لا يحسد عليه، كل ما يمكنه القيام به هو استنكار ما تقوم به الميليشيات ثم استنكار القصف الأمريكي على تلك الميليشيات. أصبح يعني يقوم بدور فقط المراسل الصحفي الذي ينقل الأخبار للشعب العراقي بأن الميليشيات قصفت قواعد أمريكية والجانب الأمريكي رد القصف عليه، لا يمكنه اعتقال أحد من الميليشيات ولا يمكنه أن يبرر للعراقيين أسباب قيام الولايات المتحدة الأمريكية بقصف مواقع الميليشيات داخل العراق، لأن هذا رد فعل يأتي بعد ما تقوم الميليشيات بعمليات إرهابية، ولكن فقط أنها المرة الأولى التي يتم وصف عمليات الميليشيات بأنها عمليات إرهابية، هذا التحديد، ولكن يجب أن يتم تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب على هذه الميليشيات طالما يتم وصف عملياتها بأنها عمليات إرهابية. نعم. المفارقة أيضا هنا في تطورات الأحداث الأخيرة أن حكومة السوداني دانت الهجوم هجوم الميليشيات على قاعدة حرير في أربيل ثم عادت لتندد بالرد الأمريكي على مواقع الميليشيات في واسط وكذلك بابل، هل يحاول السوداني مسك عصا الأزمة الأمنية من الوسط للتخلص من المأزق الذي هو فيه والذي ذكرته الآن؟ بالضبط، هو في الوسط بين مطرقة الميليشيات الإيرانية وبين سندان القصف الجوي الأمريكي، لا يمكنه أن يفعل أكثر من هذا، لا هو قادر على الاعتراف للجانب الأمريكي بأنه فاقد للسيطرة على هذه الميليشيات التي تحتمي أيضا حتى بمواقع تابعة للحكومة العراقية وبمسميات تابعة لقوات الأمن العراقية، ورغم أنه يعتبر القائد العام للقوات المسلحة لكنه غير قادر على السيطرة وضبط حركة هذه الميليشيات،
ولا يمكنه بنفس الوقت أن يستنكر القصف الأمريكي بشكل مباشر ويعلن وقوفه إلى جانب الميليشيات وما يسمى بالمقاومة في العراق، لأن هذا سيجعله يخسر الدعم الدولي الذي توفره له الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها. نعم. ويعني انهيار العملية السياسية التي يقوم بها لبناء علاقات دبلوماسية خارجية. بالحديث عن الولايات المتحدة، إذا كانت القوات الأمريكية موجودة في العراق بصفة ضيوف كما صرحت السفيرة الأمريكية في بغداد ألينا رومانسكي، هل للضيوف الحق بالرد عسكريا على هجمات مسلحة بدلا من رب المنزل يعني الحكومة الحالية؟ تبرير الولايات المتحدة الأمريكية لعمليات القصف هو يعني تحت مبدأ الدفاع عن النفس. هناك مخاطر وتهديد لحياة القوات الأمريكية، المواطنين الأمريكيين كما تسميهم السلطات الأمريكية سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، فأي تهديد لمواطن أمريكي يمنح الولايات المتحدة الأمريكية الحق بالرد ودرء هذا التهديد عن حياتهم. لذلك العمليات تعتبر من الجانب الأمريكي عمليات طبيعية ويجب أن تكون مقبولة لدى كل الأطراف، يا إما تسعى تلك الأطراف لمنع هذا التهديد، وبما أن حكومة محمد الشيعي السوداني غير قادرة على منع هذه التهديدات فيصبح بالتالي من حق الولايات المتحدة الأمريكية الرد وحماية مواطنيها. اليوم حكومة السوداني ولدت من رحم الميليشيات، وإذا كانت مواقع الميليشيا الحشدة التي قصفتها القوات الأمريكية هي مقرات حكومية رسمية تأتمر بإمرتها، لماذا تكتفي الحكومة بإدانة الهجمات التي تنفذها نفس الميليشيات التابعة لها على المواقع والبعثات الدولية بدل من أن تتخذ قرارات مباشرة تجاهها؟ يعني الجميع يعلم بأن هذه الميليشيات فقط بالاسم تعتبر تابعة للحكومة العراقية أو تحت سيطرتها، بدليل أنه حتى الرواتب التي يستلمها عناصر هذه الميليشيات تحت مسمى الحشد لا تستطيع الحكومة معرفة أعداد هؤلاء العناصر أو أسمائهم. لا يتم تزويد الحكومة العراقية بعدد أو قوائم بأسماء أفراد الحشد الشعبي لغرض رواتبهم، وإنما يتم تخصيص مبلغ محدد وكفى. يعني هذه الأمور تجعلنا نفهم بأن هذه الميليشيات لها كيانها الخاص ولها أمرتها الخاصة، فقط هي كالطفيليات تعتاش على الأموال العراقية وتستلم أسلحتها من الجيش العراقي أو من صفقات السلاح التي يعقدها الجانب العراقي، ولكنها خاضعة لقيادة خارج الحدود العراقية وليست لقيادة القوات المسلحة العراقية. من السويد الباحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية الأستاذ فرات خورشيد، شكرا جزيلا على حضوركم معنا.